هنبتدي النهاردة وهنتكلم على ايه يا ستات؟ هنتكلم على حكاية جات لي واتضايقت جدا ان هي مش هتقدر تطلع وتصور معانا وتحكيها بنفسها، بس انا قررت ان انا احكي الحكاية علشان نتعلم ونعرف احنا بنعمل في ولادنا ايه. الرسالة دي جات لي من 3 شهور، وانا لما بشوف حاجة بتمسني بفضل على تواصل مع صاحبة الرسالة. بعتت لي فويس بصوتها بتقول قصتها وبتقول ان والدها للأسف ضيع لها مستقبلها وضيع لها حياتها. هو حاليا والدها في السجن، هي ما قدرتش تكمل تعليمها وقعدت من تاني اعدادي، دلوقتي هي عندها 23 سنة. طول الفترة اللي فاتت والدها ما بيعملش أي حاجة غير إن هو مشغلها شغالة في البيت لأنه منفصل عن والدتها. فهي بتعمل إيه؟ هي بتطبخ وبتمسح وبتأكل إخواتها الرجالة الاتنين اللي بيحبوها جدا وبيدعموها، بس مش قادرين يقفوا قدام والدها. هي قدرت تشوف النور وتشوف الحياة للأسف بعد ما والدها اتسجن. يعني كنت اتمنى ان هي من بلد، مش هقول الاسم علشان الناس ما تعرفش هي مين. انا بس عاوزه اقول للناس اللي بيشوفونا حاجه، لما تبقى فرحه بنتك بسجنك، يعني بنتك تفرح وتشوف الحياه وتقول انا ابتديت اشوف الحياه، اخواتي ما كانوش بيقدروا يدافعوا عني علشان هو راجل لا يطاق، فتتمنى موتك او سجنك. انا مش عارفه يا جماعه انتوا يعني في ناس كتير قوي ابهاتها للاسف بتمد ايدها عليهم، بياخدوا فلوسهم، بيجوزوهم غصب عنهم. دي علاقه انسانيه وعلاقه جميله جميله جدا، علاقه الاب ببنته. دايما يقول لك ايه ده حبيبه ابوها، فلما ابوها يتسجن البنت تقول انا ابتديت اشوف حياتي وابتديت اعيش حياتي بعد ما الاب يتسجن، يحرمها من التعليم ومن كل حاجه. انا بقول لكل واحده بتشوفنا، يوم ما ابوك يعمل فيكي كده انزلي اعملي فيه محضر في الاسم. يوم ما ابوكي يحرمك من التعليم ويضربك وشغالك شغالة، انزلي اعملي محضر في الاسم وهيتسجن حقيقي، علشان انتي انسانة ربنا خلقك مش عشان تتضربي ومش عشان تتهاني وتخدميهم برموش عينيكي لما هو يديكي حقك. حقك كبني ادمة عادية، انسانة محترمة. انا كنت بطبخ وبعمل كل اللي ابويا عاوزه على قد ما بعرف، وكان لما اعمل اكل وحش جدا يبقى انا بالنسبه له احلى حاجه في الدنيا ان انا عملت، كان الله يرحمه الله يرحمه، فول بالبيض، دي احلى حاجه في الدنيا هو بيحبها بالقشطه كده. فنخدم ابهاتنا طبعا، لكن نقعد في عذاب؟ لا، في قانون وفي دوله ضمنت حقوق الاطفال. فانتي دلوقتي يا اللي بتشوفينا بنتك بتتضرب وبتتهان، انتي راضيه على نفسك الضرب والاهانه؟ تمام، مفيش مشكله، انتي كبرتي بقى ودي حياتك بقى. انا ما بتكلمش على الستات اللي بتتضرب وراضيه، لا، انا بتكلم على اطفال، على اولادنا. دي نصيحه، دي نصيحه، اتقوا ربنا في ولادكم، اتقوا ربنا في ولادكم، علشان في الاخر بجد البنت لما انت بتعيا هي اللي بتقعد جنبك، مش ابنك. ابنك بيروح يتجوز وخلاص بقى، ما يعني بيبقى عنده حياته، لكن البنت هي اللي بتقول كل يوم جمعه انا رايحه لبابا، رايحه لماما. يوم ما بتبقى انت في المستشفى هي بتقعد تحت رجليك، علشان هي اللي بيبقى عندها مشاعر اقوى. هنبتدي دلوقتي قصه مع فنانة هتحكي لنا حكايتها، وشوفوا بقى والدها عمل معاها ايه وقد ايه قصة جميلة، دعمها وصدقها وهي عندها 17 سنة، اشتغلت ونجحت
وحقيقي انا فخوره بيها جدا، لان انا بحب الستات اللي بتشتغل من سن صغير، يعني في نخلص ثانوي ونشتغل على طول واحنا في الجامعه، نساعد اهالينا وندرس ومفيش مشكله خالص، ونبتدي كده نتحرك ونسخن. ف تعالوا نسمع حكايتها ونبتدي حلقتنا مع الفنانه الجميله زيزي عادل.